افتح بقى يا شادي. مين تاني؟ حرادي. ده ما بيفتحش ليه يا شادي؟ شكل كلام بزيوني صح. يا شادي ايه يا دعاء؟ في ايه يا شادي؟ خدت صوتي، كنت صوتي صاحبي نايم. صاحبك نايم؟ نايم ازاي يعني؟ ليه جابك دلوقتي؟ انت مش قلتي اسبوعه جايه؟ اسبوعه جايه ايه يا شادي؟ جاي عشان خاطر اخد هدومي. صوتك بقولك صاحبي نايم. طب وايه اللي جاب صاحبك عندنا؟ ما انت عارفه ان انا ما اعرفش انام لوحدي، وانا عارف انك مش جايه فقاعد معايا، بقى له يومين قاعد معايا. يا سلام، وطي صوتك بالله عليك هيصحى. صاحبك ماله مقلوز ليه كده؟ عادي يعني، عادي بقى، هبص لهم باكلهم كمان. بقول لك تعالى كده. هو من امتى صاحبك في البيت معاك؟ ما بقول لك والله انت قاعده مسافره بره، فانا قلت ان انا اجيب صاحبي يقعد معايا عادي يعني. انت عارفه انا بخاف اقعد لوحدي. ليه يا شادي تتكل؟ لا انت عارفه غيابك لازم برضه حد يكون بيسليني كده. طبعا هو ما يجيش حاجه، صاحبي ده معفن اساسا. معفن؟ بقول لك ايه؟ هو صاحبك بيتنفس بالعافيه ليه؟ ما اعرفش والله، نايم بقى تلاقيه دي احلام يا قصر. طب هو مش معقول مستمع صوتي؟ ايه؟ مستمع صوتي؟ ما هو تقيل زي صاحبي بقى. طيب مش بقول لك انا هدخل اجيب حاجتي من هو واخد الشنطه الثانيه بقى. ماشي على مصطفى ماشي. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ معلش معلش، مش حاجه. في ايه يا ضعيف؟ مالك؟ هو في راجل بيقول ايوه هو كده، هو صوته نايم. نعم. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ انت هتقلقي نوم الراجل؟ الراجل نايم بالبوكسر. نعم. لا انا بقول لك عليه عيب عيب عيب. خش جوه، خش خش يلا. هو ايه اللي خش جوه؟ قول. طب انا عايز اشوف صاحبك يا شادي. بقول لك عريان عيب. شادي دعاء، ما يصحش ما يصحش. هو ايه اللي ما يصحش يا شادي؟ والله ما يصحش، في حاجه غلط. بقول لك الراجل واخد راحته. ايوه هو ده الغلط، ما ينفعش ان انت تفتحي عينك على حاجات معفنه شباب. هو اخد راحته عشان كده عمل قاسي. ايه ده؟ ده راجل ده؟ هتلاقي فيه فلفل اسود في البطانيه اكيد. اتفضل اتفضل. طب بعد اذنك اوعى يا شادي. اوعى ايه؟ اوعى، ما فيش الكلام ده. اوعى يا شادي. بقول لك واخد راحته تقولي اوعى. خلاص عري انت يا شادي. عري ايه؟ يلا يا شادي. ما هو يا انا يا انت. لا انا. بقول لك انا بكحه. انا بكحه. طب غيري وشك. مالكش دعوه. طب غيري وشك. مالكش دعوه، اوعى بس بعد اذنك. لا لا تعالى لي كده. اوعى بقى. قومي يا اختي. قومي. صاحبك. اوعي كده، في ايه؟ ايه يا شادي؟ ايه اللي اوعي كده؟ مين دي؟ انت مين انت يا سهله يا رخيصه؟ تبقي قاعده في بيت واحد وانا مش موجوده وانت تقول لي صاحبك؟ يا سهله انت شخصيه مش محترمه اصلا. لا ايه القرف ده؟ انت فاهمه ايه القرف ده؟ دي قاعده تخوني معاها؟ دي بيا؟ ايه القرف؟ جاتك القرف ده؟ انت طريقتك كلها مقرفه. خلصت. ما انت بني ادم بيا عشان كده بتحب البيا اللي شبهك. خلصت. انا تخليني امشي وتخني؟ بجد؟ انا تخني؟ لا معلش. ايه ده؟ انت الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. اطلع كده، انت مستحمل. انت مين يا بنت؟ انت مين يا بنت جايبك من انو زريبة يا بنت؟ لا 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 ما ينفعش كده. ضعيع جايبها من انو رصيف دي؟ انت خلصتي؟ دفعت لها كام يا محترم؟ خلصتي ولا لسه؟ هو ايه اللي هو ايه اللي خلصت بنت؟ خلصتي؟ ايه القرف ده؟ ايه انت جايب دي بنتي انا؟ هتقول انت ولا اقول انا؟ تقولي على ايه يا اختي؟ ايه يا شادي؟ طب ما يوم يا شادي على طول كده تبقى محروق ومكسوف، بس ما تتكسفش من دي. يعني ايه انت بتتكلمي كده ليه اصلا؟ مين اداك الحق ان انت تتكلمي كده؟ انا مراته يا حبيبتي.
مين؟ مرات جوزك. بس بجد عندك حق، عندك حق تتجوز. بس اللي انت بتقوليه ده، اللي انت بتقوليه ده رمز. اللي انا بقوله ايه يا شادي؟ وانت عاجبك يعني تفتكرني كده ولا كده؟ وانت لما تاخدي واحد من على مراته ما تبقيش كده ولا كده؟ في الحلال. حلال؟ مفيش حاجة حرام. انا استاهل ده يا شادي؟ لا. انا تعمل فيا كده؟ لا. يعني لما لا دي ايه؟ لما هو لا. تصدق صعبت عليا بصراحة. بقى انا الشرع محلل لي اربعة، ولو عايز اجيب اتنين كمان هجيب اتنين كمان. ايوه. انت ايه اللي مزعلك؟ طالما حقوقك بتاخديها، ايه اللي مزعلك؟ في بيتي؟ ما انت مش موجودة. انت اصلا خاين. البني ادم الراجل المحترم اللي بيقول عنده الشرع محلل له اربعة، شرع ربنا، يبقى بني ادم قوي. دي مش خيانة. يبقى يقول انا عايز اتجوز، يبقى بني ادم محترم يعترف بيها، مش ياخدها في السر. مش عايز اجرحك. اخرج سر يا محترمة. شرعي رسمي فهمي. شرعي ايه؟ شرعي رسمي. خلاص يا رندا روح انت بقى دلوقتي، وبعدين اروح انا ايه يا بابا انت؟ روح هناك على بيتنا بقى. لا اروح ايه؟ بيتنا؟ ايه اروح؟ انا معاك في اي حتة انت تكون فيها. اوعى كده. انت جوز. اوعى. اوعى. برا. برا ايه يا ماما؟ برا. برا ايه؟ عبد المنى يا حبيبي. برا. يلا 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 رندا يلا. مين بيقول يا حبيبتي كده؟ برا. بفلوسي. برا. برا يا كلا.